طبعا انتوا شايفين الهوت اللي غلى بتاعت البليلة، انا بقول لهم احلى بليلة النهاردة. شايفين البليلة ديت الغلة دي انا نقعاها من بالليل، نقعاها من بالليل عشان لما نيجي نسويها تستوي بسرعة ما تاخدش وقت. دي الغلة، دي الغلة المبشورة، علشان أول ما نحطها في النار بعد ما تغلي، هي بصوا ازاي طارت، شايفين ازاي طارية، هي استوت مع النقع، شايفين؟ هنحطها بس يا دوبك غلوتين كده على النار وهتكون استوت، وهتنفش وهتزيد، وهتلاقي الحبوب بتاعتها ديت اتفتحت اتفتحت وهتبقى جميلة أوي. هتكون حلوة وهتكون ايه استوت. دلوقتي بقى هنحط لها المية، هنجيب لها المية شوية حلوين، علشان لما تيجي تنكش فتشرب السائل المية دي كلها، هتشربها مش هيبقى فيه مية، فاحنا ايه نزود لها كمان شوية، اي كمية بقى انتوا عايزينها. يعني دي البليلة ديت نفس الطريقة بتاعت المحلات بالظبط، هنعملها لكم وهتشوفوها معانا. هحطها على البوتاجاز اللي غلوتين وهنجيب اهو، حطيناها هنا على النار وقطبت تغلي اهو، يعني فاضلنا شوية علينا عليها عشان تغلي بسرعة. هي بتغلي معانا وهنستنى عليها كده اهو كام غلوة ونقفل عليها علشان خاطر تستوي كويس. احنا دلوقتي هنغليها غلوتين كده اهوت، خليكم معانا كده دقيقة، تقعد تغلي كده دقيقة او اتنين، وبعد كده نقوم قافلين عليها غطا الغطا لحد بقى ما تفشر وتستوي حلو. اول ما فشرت كده، اول ما هتفشر كده اهوت، بس طبعا احنا واقفين عليها الغطا، احنا نطفي النار مش هنسيب النار ولا هنطفي من عليها البوتاجاز، وهنسيبها تستوي على مية الغليان بتاعتها. هنشيل دوت كده اهو الزين بتاعها، هنشيله عشان ما يبقاش فيه حاجات كده في قلب البليلة مش حلوة، عشان بيدي طعم مش حلو. ده هنشيله كده هو كويس من على الوش، هنحط لها بقى المكسرات والإضافات بتاعتنا بعد ما تستوي والحبوب بتاعتها تستوي وتفشر. احنا دلوقتي هنسيبها دقيقتين على النار كده اهوت، بعد كده نطفي عليها ونقفل عليها الغطا. انا بعيد كلامي تاني عشان الكل يستفاد اهو كده اهوت، نشيله كله كله خالص، منسيبش فيه اي حاجة عشان ما يخليش فيها طعم كده مش حلو، عشان دوت ده النشا بتاع الغلة بتاعت البليلة. وهوريكوا بقى الإضافات بتاعتها لما بنروح ناكلها،
بنروح ناكلها في محلات بيحطوا لها ايه والاضافات اللي بيحطوها عليها. شايفين ازاي الأعضاء بتتفتح يعني؟ شايفين الحبوب ازاي نفشت وكبرت وعملت الخط الأبيض ده كده؟ هو معناها إن هي قربت تفتح، بس مجرد إن هي إيه بتغلي، وكل ما تعمل عليهم كده على الوش أو وش أبيض كده أهو، هنشيله ونطلعه بره الحلة. إحنا دلوقتي هنطفي عليها وهنحطها بقى على جنب لحد ما تفشر، وهنجيلكوا بقى نقولكوا نوريكوا ايه الاضافات اللي هنحطها عليها. هنا هو ده على جنب الطاسه كده، حطينا هنا معلقه سمنه، حطينا حته كنافه بنحمرها، وهنحط عليها معلقة سمنة كده هو بلدي حلوة أو زبدة، ليه الزبدة وأنا سيبها بعض عشان كده هو سايحة. شايفين؟ وهتديها طعم حلو. وهنا ديت المكسرات فيها اهو جوز هند وفي زبيب وفي السوداني عشان نحطها على الوش، وطبعا في الكنافة اللي احنا عملناها مجهزينها، وفي الحليب. هنجيب كده صينية حلوة نرص فيها الأطباق اللي هنقدم فيها، مش هي تاخد الدنيا بس بعد كده بقى أكمل. Thank you.
الشتاء عشان هي بتدفي، والأولاد بيحبوها ومغذية. دي بقى أحسن فطار قبل ما يطلعوا المدرسة، وأنا دلوقتي بعملها لأولادي عشان يفطروا بيها قبل ما ينزلوا المدرسة. أهو بحط لهم زي ما انتوا شايفين كده، اهي السمنة على الوش أو الزبدة، أي حاجة عندكم، بس تديها طعم حلو، طعم أقوى يعني أحلى. أهو كده، بعد كده هنحط عليها الحليب، هنحط عليها الحليب وتدعموا القناة بالمشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.